دور محارب كان دور صعب جدا، المسلسل كله مسلسل تقيل قوي، وكان الدور فيه مشاعر كتير قوي، كان دور صعب بصراحة، وتعبت فيه قوي زي ما بتقولي، جيت لنا التصوير وشفت يعني الظروف اللي كنا فيها، فالحمد لله ان في النهايه خالص لما بلاقي تقدير من الجمهور وجائزه كبيره ومن الجمهور بتبقى حاجه بتقول تدي الواحد مسؤوليه وتبسطه وبتدي له دفعه ان هو يركز اكتر ويعمل شغل احسن. والله انا كل واحد بيجتهد بس ما بقاش متوقع النجاح بتاع ربنا، انا بحب اعمل اللي عليا قد ما اقدر وفي النهايه خالص ده توفيق ربنا. اكيد كل المسلسل دلوقتي التحدي ايه المشاكل او الصعوبات اللي واجهتها في المسلسل؟ لا المسلسل الدور نفسه صعب، دور صعب، واحد امه بتموت يوم فرح ومشاعر مختلفه، فبعمل المسلسل كله دايما لما بتيجي تمثلي حاجه بمشاعر واضحه واحده بيبقى اسهل، يعني مشاعر غضب، مشاعر حزن، مشاعر فرحه، غيرة كده، لكن لو بعمل مثلا في حزن ده مشاعر أساسية وبمثل من خلالها عليها مشاعر مثلا حب أو مشاعر غيرة، فكل ما كانت المشاعر اللي موجودة في المشهد اللي الواحد بيعمله أو في الجملة اللي بيقولها المفروض تحمل أكتر من معنى وأكتر من إحساس جوه الممثل، ده بيتطلب مجهود كبير. الناس كلها مستنية مسلسل بتاع إنتو طريقة الترويج للمسلسل، هل كانت مقصودة ولا عفوية؟ لا لا لا، أنا فتحت الموبايل كده، حتى أنا أصلا كنت حاطط الموبايل في جنب وشي ومش عارف ايه وشكلي ما كانش حلو، بس انا فتحت الفيديو مره واحده كده وايمي قاعده جنبي وابتدت تيجي نعمل مسلسل وهي قاعده تتكلم بس وبتاع ما رضيتش اطلعها، وقمت نازل بقى البتاع على طول، لقيت بقى راح فايرال الناس بتكلمني وكده بس، ودبستها في المسلسل. الناس كلها مستنيه المسلسل، فاحنا عايزين نعرف هيبقى كوميدي ولا مسلسل كوميدي ان شاء الله في رمضان ان شاء الله.